السلام عليكم حبيباتي، اليوم راح ندير لكم تارتولات شابين بريزونطابل، تقدروا ديروهم للضيوف اذا جاوكم، سريعين في الطياب. ايضا عندي حبه بطاطا قشرتهم جيدا. نجي دوك نجيب ملعقه، ملعقه تكون عندها حافه ماشي من الخشن، تكون رقيقه، واللي عندها اللي تحب البطاطا دير بها. والله هذه سريعة، أكلة سريعة ما تديش الوقت. نعرفوا أصلا البطاطا تزرب الطيب، أيضا الحشوة تاعها ماشي مكلفة، تقدري نديرها حشوة بون. انا ندير ملعقه صغيره باه نقدر نتحكم فيها، اذا درت كبيره ما نقدرش نتحكم فيها. حشوة اختيارية، حاجة اللي عندك تقدري ديريها، ماشي شرط تلتزمي بوش درت انا، لانه كل واحد مقدوره. هاهي محفورة، هاي ايضا الاخرى محفورة. تبداي بالحافة هذه ديري المستوى وتمشي عليه، قرب لك احسن. انا حفرتها ايضا، نكمل ومن بعد نعطيكم كيفاش ديروها. هنا بعد ما كملت حفر البطاطا تاعنا، جبت بلا درت فيه الزيت، فرشت له البصل. واش نديرو؟ نربدو البطاطا تاعنا نحطوها. كذا سوا سوا، ونبداو الحشو تاعنا. قلت لكم قبيل الحشو يبقى اختياري. هنا تجيبي بيضة، عفوا قلت لكم هنايا بيضة، بيضة جاتني كبيرة بزاف عمرت لي. هنا هاني درتهم، قسمت بيضة في على اثنان. هنا واش نزيد لهم؟ قليل من الملح، نزيد لهم قليل من الفلفل الأسود. عندي هنا بواط طون اختياري، تقدري ديري طون، تقدري ديري لحم، تقدري ديري دجاج مقلي او طايب، طبعا كيما قلت لكم اختياري.
جربوهم صدقوني يجيو رائعين. وما درتهم جاو هايلين، على هذه حبيت نشاركهم معكم. انا عندي اون بول دو ويونداشي، دايما نقول لكم الحشو اختياري، ما تلزموش رواحكم، اي حاجه جات في بالكم جربوها، ما تخافوش من الطبخ لانه هوايه وليست مهنه. نقطع المعدنوس قليلا، واش نزيدو؟ عندي فخوماج، فخوماج ايضا اختياري، انا عندي هنا ميري. علاش نحطو طبقة فخوماج من فوق؟ باش تطلق روحها فوق الحشو. سيدي ترمي عليهم قليل من نكسر هذا فرماج. تقدري تزيدي عليه قليل من البيض. ونغلقوا عليه، نحطوه يطيب حتى نشوفوا البطاطا استوت. كاين اللي يخاف البطاطا ما تستويش يفورها قبل، انا ما فورتهاش، درتها ديريكت لانها سريعه الطهي. دوك نشوفوها في صحن تقديم ان شاء الله. هاي تغتولات البطاطا تاعنا جاهزه، جات طابت في حوالي نصف ساعه فقط. جات هشيشة، حتى الطبقات جات هايلة. شوفوا من الداخل حتى الحشوة جات متلاصقة بين الطون والطون فخوماج. أتمنى أنكم تجربوها في أقرب فرصة وتتناولها بالصحة والهنا إن شاء الله.